صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو وجه تأويل بعض المفسرين لقوله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، حيث ذكروا ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي أو يطعموا عبادي؟ ما أدري والله، ما أدري. أو يطعمون، ما معنى يطعمون يطعموا عبادي؟ إلا على وجه أنه جاء في الحديث أن من زار مريضا والله جل وعلا يقول: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: لو زرت أن عبدي فلانا مرض، فلو زرته لوجدتني عنده، عطشت فلم تسقني، كذا وكذا. ثم يبين أنه لو سقى ولو أطعم عباد الله لوجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فلا مانع. نعم.